اهلا بيك يا هشام. يعني في البدايه برحب بيك، ويعني بالفعل النهارده بينعقد على مدار يومين يوم 20 و21 مؤتمر اتحاد البورصات الافريقيه، وده تحت رعايه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد رئيس البورصه المصريه، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه. وده طبعا يا هشام يعني زي ما انت ذكرت بسبب التعاون في المجال البورصات بشكل عام بين مصر وافريقيا بشكل عام، وايضا التباحث في مجال الاقتصاد في المنطقه الافريقيه بشكل عام، وده بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلين البنوك و الاقتصاد بشكل عام من الدول الافريقيه. احنا للمزيد من التفاصيل عن هذا المؤتمر بينضم معانا دلوقتي على الهواء مباشره الدكتور محمود محي الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولي. دكتور يعني برحب بحضرتك معانا في البدايه، وبالتاكيد انعقاد هذا المؤتمر في مصر على مدار يومين اهتمام بافريقيا بشكل كبير. حضرتك شايف هذا المؤتمر ازاي، وازاي هذا المؤتمر هيساهم الفتره القادمه في يعني دمج التعاون و يعني عمل مزيد من التعاون بين مصر وافريقيا خلال الفتره القادمه؟ شكرا يا سيدي على الدعوة الكريمة والاستضافة، وتحية لكل مشاهديك. هذه الجلسات اللي بتنعقد في هذا المؤتمر مهمة للبورصات الإفريقية ولتدعيم التعاون بينها ولإظهار دورها في تمويل التنمية. البورصات ليست مهمة في حد ذاتها، ولكنها مهمة لما تقوم به سواء في تجميع المدخرات أو في توجيهها للاستثمارات وربطها بالتنمية المستدامة. البرنامج التنمية المستدامة لمتبنيات الدول الإفريقية برنامج طموح، سواء برنامج 2030 أو البرنامج الأطول مدى 2063، والبرنامجين على عكس ما يعتقد البعض هم برامج آنية، آنية التنفيذ، بمعنى لازم تشتغل فيها من الآن، مش أنك تستنى لحد 2030 ولا 2063. الدور بتاع البورصات مهم في أكثر من بعد. البعد الأول إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة المتوسطة. البورصة المصرية كانت من أول البورصات التي تديح منصة جيدة لتسجيل وتداول أسهم شركات المشروعات الصغيرة المتوسطة تحت مسمى بورصة النيل. هناك اهتمام بالتنمية المستدامة. البورصة المصرية أيضا كانت واحدة من أولى البورصات التي جعلت هناك مقياس لأداء الشركات وربطها بالتنمية المستدامة من خلال أحد المؤشرات لمتابعة الأداء في مجالات البيئة والحوكمة. أيضا هناك أدوار جديدة للبورصات فيما يرتبط بهذه التغيرات التكنولوجية الهامة اللي بتأثر على القطاعات المالية بشكل عام، ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، ما يعرف بالفينتك أو التقنية المالية العالية، بتدي فرص للبورصات ولكنها أيضا تهدد أنشطتها التقليدية اللي لم تفطن إليها الآن. هتجد أنه في أدوات للتمويل لتعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمار سوف تتجاوز أعمال البورصات والقطاع المالي كله، وسوف تقوم بهذه التعبئة للتمويل. هنا مسألة التطوير، الابتكار، الأبعاد الخاصة بالرقابة، الشفافية، الإفصاح، تذكية العلم والمعرفة بالبورصات ودورها أصبحت مسألة حيوية أكثر من ذي قبل. هذا التعاون من نجد اليوم في مجال البورصات هو انعكاس لأشياء أهم، سواء في التعاون السياسي بين الدول الإفريقية أو التعاون الاقتصادي في مجالات الاستثمار. وإحنا شايفين أن في قريبا في شرم الشيخ هيبقى في مؤتمر كبير للاستثمار في أفريقيا. أيضا هناك مجالات وبشوفها باعتبار عملي في البنك الدولي والتنسيق مع الأمم المتحدة، تنسيق متميز ما بين الدول الإفريقية فيما يرتبط بالأمور ذات الاهتمام المشترك. يعني باعتبار عمل حضرتك في البنك الدولي كنائب أول لرئيس البنك الدولي، حضرتك شايف إزاي الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وقانون الاستثمار الجديد، هل يعني هذا القانون وهذه الإصلاحات هي فعلا في الطريق الصحيح؟ وإحنا بنتعامل مع التطوير والإصلاح كحزمة متكاملة اللي بتقوم به مصر في الإصلاحات على المستوى الاقتصادي الكلي جيد، وبنتابعه
وهناك جهة مختصة في البنك الدولي برأسها نائب رئيس البنك الدولي دكتور حافظ غانم، وفي فريق عمل كبير، وقاهرة فيها أكبر بعثة من بعثات البنك الدولي للتعاون مش بس في مجال الاقتصاد ولكن أيضا في مجال التنمية الاجتماعية، في مجالات الضمان الاجتماعي، في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، البنية الأساسية، كل المجالات التي انعكست في مشروع مصر 2030 هتجد أن في برنامج مناظر لها بالنسبة لمصر. اللي بحاول أقوله أنه برامج الإصلاح على مستوى الاقتصاد الكلي سواء سياسة مالية أو نقدية أو سوق نقد أو غيره بتأخذ في إطارها العام والأشمل فيما يرتبط بأبعاد التنمية الأخرى كما ذكرت في مجالات التعليم والرعاية الصحية، في مشروعات البنية الأساسية، في مشروعات الاهتمام بالبيئة. هذا المنهج المتكامل هو اللي بيعطيك قدر من الثقة في المستقبل، والأهم هو مسألة جودة التطبيق والاستمرار فيه. وأشكرك شكرا جزيلا. أشكرك دكتور. شكرا جزيلا يا دكتور هشام. يعني ده كان لقاءنا مع الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، اللي كلمنا عن أهمية هذا المؤتمر، مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية، وأن هذا المؤتمر هيساهم في يعني مزج التعاون ما بين مصر والدول الإفريقية، وأيضا كلمنا عن توقعاته للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. ده كان لقاءنا يا هشام، وبرجع لك مرة تانية في الاستوديو. جزيل الشكر زميلنا محمد عصام، كنت معنا على الهواء مباشرة. طبعا الشكر موصول للدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، كانوا معنا على الهواء مباشرة.